لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، ووفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لازق الله يبارك فيك. تفضل، الله يبارك في أمرك. أصل المعنى قول الله تعالى: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. جزاك الله وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن هذا الضرب يحدث صوتا كالذي يحدثه الضرب بالسلسلة على الحجر الأملس. فيقول أهل كل سماء التي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق هو العلي الكبير. حتى ينتهي الأمر إلى السماء الدنيا، فهنالك الملائكة تتحدث في العنان أي في السحاب بالأمر الذي قضاه الله. هنالك مسترق السمع من الجن يصعدون، المرضى منهم يصعدون إلى السماء يتصنطون على الملائكة وهم يتحدثون بالأمر الذي قضاه الله، فيخطف أحدهم الخطفة الكلمة التي تتحدث بها الملائكة ويأتي مسرعا يلقيها على فم الساحر أو فم الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر فيحترق، وربما احترق بعد أن يلقي الكلمة على فم الساحر أو الكاهن فيتحدث بها الساحر أو الكاهن، فإذا كذب قال: ألم أقل لكم إنه سيحدث يوم كذا وكذا كذا وكذا وقد كان، فيصدق فيكذب معها مئة كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي قالها من الناس. كان هذا في الجاهلية كثير، لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام شددت الحراسة على السماء، ومن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد لابد أن يقتل، لكن قد يقتل يحترق بالشهاب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إما أن يحترق قبل أن يلقي الكلمة على فم الكاهن وإما أن يحترق بعد ذلك، والله أعلم، لكن لابد أن يحترق. فقوله لا يسمعون أي الجن لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، الملائكة التي تتحدث في السحاب، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون أي بالشعب من كل جانب دحورا مدحورين مهزومين مخذولين ولهم عذاب واصب أي دائم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى، عامل ايه؟ بخير الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول: كيف يجدد المقيم المسح على الشراب ليوم وليلة؟ يعني انتهت مدة المسح في يوم وليلة وعايز يجدد يوم وليلة كمان، فكيف يجدد؟ لازم يخلع الجورب ويغسل رجليه فقط، وإذا خلع توضأ يتوضأ من جديد ويخلع الجورب ويغسل رجليه ويلبسهما مرة ثانية على طهارة. نعم. طيب، السؤال الثاني: حكم تكرار البسملة في الركعة الواحدة يعني قبل الفتحة، يعني يكررها مثلا وشك ان هو ايه اخطأ فيها فكررها ثاني، هل يوجب سجود السهو؟ لا لا، لا يوجب سجود السهو. نعم. السؤال الثالث: حكم مثلا شخص يقف في الشرفة مثلا أو في بلكونة بيته
فينظر مثلا حواليه مثلا منطقه سكنيه مكتظه بالعمارات وكده، فالنظر على العمارات والبيوت وكده دون النظر الى ايه داخل البيوت هل يجوز او فيها شيء؟ لكن يعني نظر عابر يعني كده عادي. نظر عابر لا بأس، لكن لا يوقف الشخص نفسه مواقف الشبهات. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفية. نعم. فواحد يقف في البلكونة وينظر للبيوت يستمتع بالنظر للبيت، لما طبعا الناس ستشك فيه، وخاصة هؤلاء الذين يأتون بنظارة شمسية ويلبسون النظارة الشمسية ويقفون في الطرقات لا تعرف إلى أين ينظرون. نعم. ويتعمدون ذلك. نعم. لا هو شخص مثلا يقف مثلا يستمتع بالهواء مثلا، بس هو عادي حواليه عمارات كتير فعادي يعني لو عينه جات على عمارات. لا لا ليس بآثم، ليس عليه شيء ان شاء الله. لا ان شاء الله. شكرا شيخ مصطفى. شكرا شيخ. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هل هذا يشمل الكبائر أم الصغائر؟ الظاهر أنه للصغائر، وذلك لأن أمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين بعض الكبائر: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول تفسير قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. السؤال الثاني: كيف الجمع بين قول الله تعالى قد أفلح من زكاها وبين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي باب المانعين ليس هناك أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال بعض العلماء هذه الآية في بختنصر البابلي وغيره الذي خرب بيت المقدس ودمره ومنع من ذكر الله فيه، كذا قال فريق من أهل العلم، ولكنها بعمومها تشمل كل مخرب يخرب المساجد ويمنع من ذكر الله فيها. فهؤلاء أهل الإجرام ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، امنعوهم ولا يدخلوا هذه المساجد أبدا إلا على سبيل الوجل والخوف للصلاة فيها، إذا آمنوا أو على سبيل الوجل والخوف ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال بعض العلماء قوله إلا خائفين استثناء منقطع، هذا قول آخر، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي خوفوهم ورعبوهم وأرهبوهم، أرهبوهم وخوفوهم، والله أعلم. أما قوله تعالى قد أفلح من زكاها، كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم؟ فالزكاة هنا أو التزكية هنا غير التزكية هنا. قد أفلح من زكاها، من طهر نفسه ونقاها من الذنوب والخطايا والآثام. أما فلا تزكوا أنفسكم، المراد به الثناء والمدح والإطراء على النفس، يقول أنا بي وبي وفعلت، ويثني على نفسه ثناء، لكن التزكية الأولى التطهير، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش هسألك سؤال حضرة الشيخ. تفضلي.
واحد لو شغال في اعمال الخير بيوزع شنط فيها سلع غذائيه على الناس المساكين، وبياخد منها لاهل بيته، واهل بيته مش راضيين بالحاله دي بس غصب عنهم بيسكتوا. عايزه حكم الدين يعني كده، الحاجه دي مثلا مشروع ليهم ولا مش مشروع ليهم؟ يعني اذا كان بيوزع سندوتشات مثلا وخد سندوتش تمشي؟ لا ده هي فيها يعني سكر وزيت ورز وحاجات من دي. لا يعني بياخد كميات كبيره ولا هو بيوزع على الناس اكياس سكر؟ يعني وبياخد كيس كبيره مثلا وبيوزع عليه، بيوزع عليهم ومثلا ياخد مثلا كم شنطه كده للبيت. لا كم شنطه لا. اذا اعتبرناه من العاملين عليها ونفسه طواقة إليك وبيفوز على كل أسرة كيس سكر وخد كيس سكر لنفس تمشي، لكن خد 20 كيس سكر أو 10 لا لا يجوز. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنت شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كان فسأله لا تقبل نص لا 40 يوم ولو صدقه فقد كفر ما أنزل على محمد، هل يعني الكفر يعد كفر كفر في العقيدة؟ لا هو الحديث ضعيف في شأن الكفر، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لا صح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أحبك في الله. أحبك الله. أرجو أن تدعو لي ولأبي. الله يوفقنا وإياك ووالدنا ووالدك والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ابو عبد الله، انا احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. سؤالي مع اذن حضرتك سيدنا، بالنسبه لحضرتك هل في عده احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلوس الميت في قبره، عده احاديث غير حديث البراء بن عازب؟ السؤال الثاني فضيلتك، هل يجوز يعني للرجل حينما يفتح القبر يعني ان يرى من يحب، ولا فتح الكفن فيه حرمانيه؟ جزاكم الله خير، والسلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نعم قد وردت بعض الأحاديث في أن الميت يقعد في قبره، لكن بطريقة يعلمها الله، طريقة يعلمها الله، ويسأله الملكان على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ليس حديث البراء فحسب. أما فتح الكفن على الميت بعد دفنه بمدة فهذه تسيء إلى الميت، تسيء إلى الميت، ولا ينبغي أن نسيء إلى الميت بعد موته، فحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. هل مس الذكر ومس المرأة بشهوة والردة عن الإسلام من نواقض الوضوء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أستمر في الإجابة على السؤال الأول، هل يجوز كشف وجه الميت؟ يعني قبل الدفن وعند الدفن يجوز كشف وجه الميت، لكن كلامي على ما بعد الدفن بمدة يكشف الوجه هذه إهانة. أما دليل الجواز، فأبو بكر لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ينظر أميت هو أم لا، كشف وجهه وأقبل عليه يقبله وقال يا رسول الله أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. الحديث سمعه عفوا يسأل عن أمور في أبواب الوضوء، أسأل عن مس الذكر ومس المرأة والردة، هل هذه تنقض الوضوء؟ هذه المسائل الثلاث من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وأرى والله تعالى أعلم أن هذه الثلاث لا تنقض الوضوء. أما مس الذكر عن الحديث الوارد فيه من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث أراه معلولا. معلول بماذا؟ معلول أن هناك رجل واسطة بين مروان بن الحكم وبين بسرة بنت صفوان التي روت الحديث، وهذا شرطي مجهول لا يعرف.
أما قول عروة فسمعت فذهبت إلى بسرى فصدقته، فالسند إلى عروة بهذا لا يثبت. وله معارضات أيضا، من مس ذكره فليتوضأ، معارض بحديث آخر وإن كان فيه كلام أيضا، وهل هو إلا بضعة منك أو إلا بضعة منك، ولا يثبت الأخير كذلك كما لا يثبت الأول. ثم إن الأمر في قوله من مس ذكره فليتوضأ قد يعارض عند بعض العلماء بحديث لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. على العموم من مس ذكره فليتوضأ في سنده ضعف، هذا الذي أختاره في هذا الخبر. ومس المرأة الذي هو دون الجماع أختار قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالمس في قوله أو اللمس في قوله أو لمستم النساء الجماع. قال ابن عباس إن الله حي كريم يكني بما يشاء، فالمساس واللمس والإتيان والغشيان والوطء كل ذلك يكن به عن الجماع. أما الردة فما أدري لماذا تسأل عن الردة، ارتد عن دينه. فالردة هو الذي يسأل عن دينه يبحث عن الوضوء. على كل هذا الذي عندي، أما الردة فإن كفر ورجع في الحال لا ينتقد وضوء إذا كان متوضئا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة سيدنا الشيخ مصطفى، تفضل. كيف حال فضيلتك؟ الحمد لله، تفضل. ربنا يخليك. معايا بعض الأسئلة فضيلة سيدنا الشيخ. الله يجعلها نافعة يا رب. الله يجعلها نافعة يا رب. آمين يا رب. السؤال الأول، حكم الصلاة في آخر المسجد لكبار السن على الكراسي مع الدليل أني كنت سمعت فضيلتك قلت قصة حديث ومش كملت الحديث. طيب، والحديث صحة حديث واضصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وهل هناك تعارض بينه وبين حديث أبو بكر زادك الله حرصا ولا تعد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. أرى يعني هل هناك تعارض بينه وبين حديث أبو بكر جزاك الله خيرا؟ أيضا كيف أتوب من مال غير المسلمين؟ يعني لو أنا مش لقيتهم كنت خدت منهم مال أو كده ومش ولقيتهم موجودين، كيف يعني أتوب من أرد لهم المال إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما صلاة الضعفاء في نهاية المسجد على الكراسي جائزة مع الكراهة، لأن الأولى والأولى تقارب الصفوف من بعضها، أما جلوسهم مع هذا البون الكبير فخلاف السنة وخلاف الهدي، لكن لا تبطل به الصلاة. أما كون الصلاة لا تبطل به لأن ابن مسعود أتى والناس في ركوعهم ذات مرة فركع في أول المسجد ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كان ركوعه عند باب المسجد باطلا لو كان لأبطل النبي صلاته، أو لرأى عفوا وإن لم يكن مرفوعا في حديث ابن مسعود، حديث أبي بكر آخر. فهو ركع في أول المسجد ومع ذلك لم تبطل صلاته. أما حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يعيد فضعيف، حديث وابصة ابن معبد ضعيف. وكذلك حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيما أختاره من أقوال العلماء أنه ضعيف، وفي حال تحسينه فالنفي نفي الكمال، أعلى صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وهذا رأي الجمهور في هذا الحديث وفي هذه المسألة. ودل على ذلك أن أبا بكر ركع وحده خلف الصف ثم دب دبيبا ودخل في الصف، فلو كان ذلك باطلا بطل كبر تكبيرة الأحرام وهو منفرد خلف الصف لا أبطلها النبي، ولكن لما لم يبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على صحة صلاته. أما كيف أتوب من مال شخص كافر؟
أسعى جاهدا لرد المال إليه، إن عجزت تماما أتصدق بمثل هذا المال، لعل الله أن يخفف عنه العذاب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياكم الله فضيلة الشيخ. وحياك. أريد أن أسأل فضيلتكم عن أثر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يقول الأثر: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. ما صحة هذا الأثر فضيلتكم؟ من نور إيه؟ من نور الصدر. من نور الصدر؟ نعم. لا 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 يصح. وأنبئك على شيء، أولا هو موقوف. نعم. لو ثبت السند إليه. ثانيا، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه معروف برواية الإسرائيليات. نعم فضيلة. وكان قد وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب، فطفق يحدث بما فيهما، فلذلك يتحفظ العلماء على الروايات الغيبية التي يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص لتلقيه إسرائيليات كثيرة ولتحديثه بكثير من الإسرائيليات جدا. ثالثا، أن هذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. عفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا أختي. ادعو لزوجي بالشفاء يا فضيلة الشيخ. الله يعافيه ويعافي مرضى المسلمين يا أمي. في سؤال يا فضيلة الشيخ، اللي يعني اللي بيقول سبحان الله وبحمدي 100 مرة، لازم 100 مرة ولا لو أنا زدت كويس يعني؟ لو زدت أحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحدا قال مثل ما قال أو زاد عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى كيف الحال يا سيدي؟ الحمد لله تفضل. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. بالنسبة للسؤال دقائق الحديث ديال وقل بيمينك وقل مما يدك، هل وردت في بالنسبة للفاكهة إذا كنا في مثلا في مناسبة بالنسبة للفاكهة تكون يعني بعيدة عني، هل يجب أن تشرع؟ أسمع دوي صوت ولا أفقه ما يقال، ما أنا فاهم شيء. أعد سؤالك بتريث. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، أنا كنت واخد من عمتي ذهب بقيمة 7000 جنيه. ذهب ب7000 جنيه؟ الذهب أنا خدته من ده، وقالت لي كنت بعمل مشروع وقالت لي خد يعني خد الذهب ده، ما قالتليش تبقى أجيب ذهب بذهب. فالذهب كان رخيص، أنا اديتها 2000 في 3، وجم آخر 2000 اللي هم من 7 قالت لي أنا عاوز ذهب بذهب. نعم. رغم ان احنا ما كناش متفقين من الاول يعني. لا قاعد سؤالك، قاعد السؤال. هي انا بعمل مشروع وهي قد ايه؟ خد ذهب ده يعني ايه كمل المشروع بتاعك. اخذت الذهب كقرض منها؟ ايوه. اخذته ذهبا؟ اخذته ذهبا، وجيت كان قيمته 7000 جنيه. لا مالي، خليك من قيمته. الان انت اخذته ذهبا. نعم. خذت ذهبا ترده ذهبا بنفس الجرامات حتى لو ما اتفقناش؟ هو كده النظام، ما اتفقتش، ده الاصل. الاصل انك اخذت منها 100 جرام ذهب ترده 100 جرام ذهب. طب حضرتك، ما يحتاج اتفاق هذا. ماشي. هي دلوقتي ليها قيمه الذهب بذهب 5000 جنيه. يا حبيبي ما تنصب على الناس، قلت لك الكلام واضح. قلت لك اخذت 100 جرام ذهب تردهم 100 جرام ذهب. تقول لي قيمته 5000 جنيه، لان حرام عليك يا اخي. يا اخي الكريم، انت اسمع يا وسيط، انت استلمت ذهبا ترده ذهبا بنفس الجرامات. بارك الله فيك.
عمتك وأكرمتك أعطتك الذهب وأكرمتك سنوات طويلة تشغل الذهب وبعد ترد بقيمة الذهب أيامها، ما سلمتك مالا يا سلمتك ذهبا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الفضيلة، ازيك شيخنا أبو عبد الله؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. معك محمد الشيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل يا محمد. أنا يا شباب شيخنا، أنا يعني ما شاء الله عندي بعض الأسئلة، وإن شاء الله بعد ما انتهي يا شيخنا أحسن الله لك أخذ الرقم، عشان يعني كنت محتاج أتصل مع يعني حضرتك على موضوع ما يعني بخصوص طلب العلم يعني وكده. بس في بعض الأسئلة الآن ممكن يعني أتقدمها على حضرتك. اطرح الأسئلة، أخذت كثير من وقتي بلا فائدة، تفضل. أول يعني شيخنا يعني ما معنى يعني يقول يعني يقول كلام يعني ولا تزر يعني وزرة وزرة أخرى؟ ما معنى ولا تزر وزرة وزرة أخرى؟ لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى، لا تتحمل نفس آثاما ارتكبتها نفس أخرى. أنت أذنبت وشخص آخر أذنب، لا يأتي شخص يحمل اسمكما، انما انت تتحمل ذنبك، وكل من اذنب يتحمل ذنب نفسه. احسن الله لك شيخنا. وزرة حاملة، وزر حمل. نعم، ربنا يرفعك. وياك اخر شيخنا، يعني ولا يعني ما معنى ولا تصاعر يعني خدك للناس؟ ولا تصاعر خدك للناس، هذا ادب من اداب الخطاب. إذا أنت جئت تكلم شخصا لا تصاعر، لا تميل خدك له وكذا، يعني كلمه وجهك إليه منبسط، لا تكلمه بكبر وتعال عليه. فلا تصاعر، لا تمل خدك وأنت تحدث الناس، إنما أقبل عليهم كما أنهم يقبلون عليك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عم الشيخ، نعم، في الايام اللي المراه بينزل عليها الدوره ويوم تلاقي فيه نقاء ويوم تلاقي فيه حيض، والعلماء سموه السحب والتلقيط، فباي الرايين تاخذ المراه؟ ربنا يبارك فيك توضح لنا المساله ديت. انت مالك انت ومال المراه؟ ماشي، انت بتختلق اسئله ولا مش عارف؟ يعني المراه اذا كنت انت متزوج، لا عده شهريه، لا زمن دوره شهري. يبدأ مثلا معروف لدى النساء، مثلا كل امرأة لها نظام من يوم مثلا 5 إلى يوم 10. في هذه المدة، سواء كان تنقيطا أو يثج ثجا، كله دم حيض. يعني حتى إذا امتنع يوما في الوسط هو دم حيض أيضا، زمن حيض. إذا انتهت المدة الزمنية للحيض وانقطع الدم، ورؤية الطهر تكون بأحد أمرين، بالجفوف يعني جف الدم تضاقطنا في المحل تخرج جافة، أو بالقصة البيضاء. إذا رؤية هذا أو ذاك مع انقضاء مدة الحيض انتهت الحيضة، وما ينزل من وراء بعد ذلك من سفرة وقدرة لا اعتبار له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، اخر سؤال، هل خروج القيء والرعاف ينقضان الوضوء؟ ليس عندي دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان القيء او الرعاف ينقضان الوضوء، لا اعلم خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك يا مولانا؟ بخير الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي، كنا عايزين بعد اذن حضرتك تفسير قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه الى اخر الايه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، جاء زيد بن حارثه رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته، عمة رسول الله أمامة بنت عبد المطلب، ابنتها زينب بنت جحش. فالرسول له بنت عمته زينب بنت جحش،
ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش هذه فيها صفات خير كثيرة جدا رضي الله عنها، من ناحية الحسن والخلق ومن ناحية وحي كثيرة جدا والعبادة و لكن كبشر، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كان في لسانها حدة تسرع منها الفيئة، يعني لسانها يحتد بالكلام أحيانا ولكنها ترجع وتستغفر وتتوب من الحدة التي تصدر من لسانها. فكانت هكذا جبلتها مع فضلها وصلاحها وعبادتها وكرمها وصدقتها إلى غير ذلك. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة حبه. فالناس جبلات، من الممكن أن شخصا ما يتحمل حدة اللسان مقابل المعروف العظيم الذي فيه زينب بنت جحش، فالله الذي زوجها للنبي بعد ذلك. لكن زيد لم يتحمل حدة اللسان، فجاء يريد أن يطلقها، يريد أن طلق. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك زوجتك واتق الله، لا تطلق. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال بعض العلماء: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيؤول إلى أن زيدا سيطلق زوجته وأنك يا رسول الله ستتزوجها، لكن رسول الله قضى بالظاهر. جاء شخص يشكو زوجته فقدم له النبي النصح اللازم: أمسك عليك زوجك واتق الله. وأخفى النبي في نفسه ما أظهره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، من أن النبي تزوج بزينب، وكان هذا التزويج لعلة شرعية. لماذا زوج الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش فضلا عن مناقب زينب؟ قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، المدة التي كتب الله له أن يعيش معها فيها، عاش معها وعاشرها كزوجة، لكن كل ذلك بقدر، لن يتقدم الفراق يوما ولا يتأخر يوما. فلما قضى منها زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا زوجناكها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. زيد بن حارثة كان مولا لرسول الله، أو كان في الأصل عبدا عند الرسول، فكان يسمى زيد بن محمد، كان يسمى زيد بن محمد، ثم إن النبي أنعم عليه وأعتقه، قال: أنت حر لوجه الله، فأصبح يقال له زيد مولى رسول الله. كانت نظام الجاهلي مستحيل، في النظام الجاهلي أن واحد يتزوج زوجة ابنه بالتبني، فأبطل الله هذا، وهذا غير في غير شريعتنا. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أي إثم في أزواج أدعيائهم. الولد الدعي يختلف عن الولد اللي هو ولدك، ولد الدعي الذي التقطته أنت أو اعتقته. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فزوج الله سبحانه وتعالى السيدة الفاضلة الكريمة أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد بن حارثة.
لتقرير أمر، وهو أنه لا بأس أن يتزوج الرجل ابنه بالتبني، وليس ولم يعد يجوز أن نسميه الابن. أنت ذهبت للملجأ مثلا، أتيت بولد والولد هذا تزوج، زوجته إذا طلقت أو مات هو ليست حرام، ليست بحرام عليك. فلعل الأخ يدور حول قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الذي أبداه الله أن الله زوج النبي بزينب، فالذي أخفاه النبي فيما يظهر من سياق الآية والله أعلم أن الله سيزوجك بزينب بنت جحش والله أعلم. والالتفات إلى ما يقوله المستشرقون المبطلون والمستغربون الذين يعربدون، الالتفات إلى قولهم ولا داعي لنا لحكاية أقوالهم، أن النبي إذا كان يريدها من الأصل كان تزوجها قبل أن يتزوجها زيد بن حارثة، فهو الذي زوجها لزيد بن حارثة وبنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب، أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى نحبك في الله والله. أحبك الله لا أحببتنا فيه. والله الذي رفع السماء أنا أحبك أكثر ما يحب الابن وأبوه. الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا بكلمك وأنا ببكي دلوقتي لفراق زوجتي وتركتني وفنة هم وحزن، ادعو الله أن يرفع عني البلاء بالله عليك. هي ماتت أنا بكلم حضرتك والله يا شيخ، وهي تركتني وتركت بنات لي وألف هم وحزن. يا أخي يا أخي الله عنده العوض يا أخي، الله سبحانه وتعالى خير الرازقين. إذا كانت ذهبت زوجتك وكنت تحبها وأحسنت إليها، هي ما ماتت على ما فهمت من كلامك، لكن اطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى يخلف. قل ما علمناه إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وسأعوضك الله خيرا. إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا مما أخذ منك بإذن الله تعالى. فكن صبورا، كن صبورا راضيا بقضاء الله، لا تنهار بهذه الطريقة على الملأ كله أن زوجتك ذهبت وتركتك. الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. مع حضرتك مشكلة بس بتاعتي، ان انا ابني بلغني ان حماتي شتمت عليا يعني، فغضبت جدا وحلفت ان ابني لا يروح ولا مراتي تروح ولا هي تدخل لي بيت. بس الموضوع اكتشفت ان هو بعد فترة ان هي قالت الكلام ده، بس هي مريضة دلوقتي وانا عايزها تيجي البيت لان هي زوجها متوفي ومش عايزة بقى قاطع ارقامي، فمش عارف اعمل ايه. كفر كفارة يمين. تمام. بإطعام 10 مساكين. تمام. ولا بأس أن تذهب إليها ولا بأس أن تأتيك أيضا، وعلم ابنك الأدب معذرة. أن الولد نمام. الولد نمام صراحة، ولع الدنيا شيخ، ولع الدنيا. ولذلك هدي محمد عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يدخل جنة نمام. وقال الرجلين اللذان يعذبان في القبر، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد. هب أنني سمعت أحدا يشتمك، هل آتي أقول فلان يشتمك أو أقول له يا أخي أنه يحبك؟ حتى إذا كذبت لإصلاح جاز، لكن أنقل ما يفسد. فالولد يحتاج إلى تأديب، هو أبناؤنا جميعا، كل الناس تحتاج، ونحن نبتعد عن النميمة. السلام عليكم. كفر عن يمينك واذهب لحماتك واتي بها إن شئت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال حضرتك يا فضيلة الشيخ. اتفضلي. أول سؤال، عندي بنتي، عندها بناتها في حدود 10 سنين بتعلمها السباحة، أبي جوز بتعلمها السباحة؟ اه. فين بتعلمها السباحه؟ فين؟ في مكان في نادي، في نادي الشباب بس، البنات بس اللي في البلاد،
بتعلم بنات خلاص، ما في احد يصورها ولا حاجه يعني، مكان امن. اللي مدربها اللي يدربها راجل. اللي بيدربها رجل. بيدربها رجل. طب لابسه كام؟ لابسه ايه البنت؟ لابسه لبس الملبس لبس شرعي مقاس في الكل، وهي عمرها 10 سنين. 10 سنين بنت فتنه يعني تشتهى ولا يعني؟ ما 10 سنين لم تكلف. لسه ما تكلف. لا لم تكلف. الامر فيها سهل اذا كانت ترتدي ملابس ساتره طيبه. السؤال الثاني فضيله الشيخ، في زوج بيفضل اهله واخواته على زوجته واولادها، يعني اثر في حقهم هو واللي طلب والهم بيطلبوا منه اخواته واهله ينفذوا له، ومؤثر في حق زوجته واولادها. والله حديث الرسول عليه السلام، ابدا بمن تعول، فالذين اعولهم هم اولى من البعيدين الذين لا تلزمني النفقه عليهم. اما البنت اذا كانت البنت صغيره لا تشتهى ولم تبلغ طبعا وبالضوابط الشرعيه جائز، اما اذا كان البنت تشتهى فابعديها عن هذا الرجل. الله يسلمك. جزاك الله كل خير يا فضيله الشيخ. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. يا عم الشيخ احنا كان عندنا تربه، والتربه ديت يعني جديده من القديمه. ايوه. وبعدين احنا بس كانت في يعني مبنيه على مصرف. فانا قلت لهم قلت للجماعه عندنا احنا عايزين نهد التربه دي ونبنيها، بس التربه دي كانت جديده. وابني الغالي مدفون فيها ميت شهيد. طيب انت هتبنيها على المصرف ايضا ولا ايه بالضبط؟ ولا في مكان؟ هي مبنيه بس كان تحت منها مصرف. طيب يعني هل في ميه المصرف بترشح على ابنك؟ لا 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 لا، بس هبناها وبنيناها. وعايزه تديها تاني؟ لا هبناها وبنيناها، وبعد ما هبناها جه جوزي ميت بقالي شهر النهارده اندفن فيه. طيب. اندفن فيه، فالميت الاولاني ده يعني يزعل ان انا هديتها ان هي تهدت؟ لا 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 لا، ما فيش مشكله. يعني هدمت القبر تربه يا اهل الاسلام، معناها في مصر القبر. يعني القبر يسموه الناس تربه. يعني هو التربة التراب الأصلي، لكن هم يسمون القبر في مصر التربة. فهي لها قبر هدم وبني، ما في تأثير على الميتين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى عبد الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دلوقتي طلعت زوجتي من كلام انتظارك، بس كان فيها حائط، كانت تضع فرقه ولا ايه؟ نعم. طلقت زوجتي قلت لها انتظارك وهي حائط. لا عفوا، طلقت زوجتك وهي حائط؟ نعم. الطلاق واقع عند الأئمة الأربعة. نعم، طب في طلقة قبل كده قلت لها ما تجيش المفاتيح لأمي؟ بالثلاثة وما حضرش المفاتيح لهم. هذا طلاق معلق، الخلاف قائم فيه، واختار قول علماء القائلين انك تكفر كفارة يمين. جزاك الله خير، ادعي لنا معك بالله. الله. لكن كنت تقصد تطليقها ولا ايه؟ نعم. كنت تقصد التطليق ولا تقصد؟ نعم تقصد التطليق في المرة الأولى. تقصد التطليق؟ عند الجمهور محسوبة تطليق. اثنين الآن. كده فرقتان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحدة قريبتي فيها عندي 5000 جنيه وتوفت. نعم. واحدة قريبتي فيها عندي 5000 جنيه وتوفت. واحدة قريبتك ايه اللي حصل لها؟ دي عندي 5000 جنيه. واحدة قريبتك اللي عندك 5000 جنيه؟ وتوفت. ايوه. عندها 4 اولاد وبنتين. طيب الفلوس ال 5000 جنيه تروح ازاي عليهم؟ مش فاهم يعني.
واحدة قريبتك لا عندك 5000 جنيه من مدة، ترد 5000 جنيه كما هي؟ عندها 4 أولاد وبنتين. هي ماتت العجوز ولا ايه؟ ماتت 4 أولاد وبنتين، قسم التركة على 5، البنتان لهما قسم وكل ولد له قسم، أو قسمها على 10، الولد له قسمان والبنت لها قسم. يعني مش زي بعض. لا ديون. ديون زي بعض. لا لا ديون، ديون تقسم كما تقسم التركة، ديون لها تقسم كما تقسم التركة، 5000 جنيه كل ولد يأخذ 1000 وكل بنت تأخذ 500، 4 أولاد وبنتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، نحن عندنا الزراعة المطرية مثلا عذرين فدان. نعم قلت لك عندنا في الزراعة المطرية مثلا عذرين فدان. الزراعة المطرية مثلا عندك 20 فدان. 20؟ عندي 20 فدان. وبعد في حاجة اسمها السلم، في تاني في تاجر زين عنده قروش بتقول لي انا ببيع لك مثلا 12 جوال، لا 12 جوال اذا كان معاه بسعر بعد الموت. لا بعد الموت ما انت بتحسب بتعرف الوطن من القروش دي. يا اخي محمد انت فاهم السؤال؟ اعيد السؤال من جديد. قلت لك في الزراعة المطرية تكلفة أنت تملك في الزراعة، أنت تملك في الزراعة المطرية 20 فدان. أيوة 20 فدان تسقى بماء المطر. ها؟ أنت غير ما عندك قروش. نعم قلت لك أنت مثلا ما عندك قروش، أنت مش زي زول بتقول لي أنا ببيع لك. أنت تريد تبيع شيء من هذه الفدادين؟ سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، عندي بتر في القدم اليسرى لما بدأ توضع يا شيخ أمسح من من تحت الركبة ولا أمسح من الجهاز نفسه ولا أتوضع إزاي؟ مش فاهم يعني. لا معلش قاعد سؤالك مالي. السؤال يا شيخ مصطفى، انا عندي بتر في القدم اليسرى قاطع في رجلي. عندك بتر؟ اتوضى كيف اتوضى حضرتك؟ خلاص القدم التي قطعت لا تغسل، انتهى الامر. ماشي يا شيخ، الله يعافيك، اجرك عند الله. الحمد لله رب العالمين. الله يتقبلها يا رب. الحمد لله. السلام عليكم. كان في واحد اسمه عروة بن الزبير، عالم معروف من علماء التابعين، قطعت رجله فنظر إليها وقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. طبعا انت مولانا دلوقتي، هو في واحد شغال في الشغل وبيجيب الورد بتاعه يوميا وساعات بيغسل ما بين الايات، يلزم ان هو ساعات بيغسل بين الايات عشان مثلا يرد على السلام يتكلم في الشغل او كده، هل يلزم ان هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم او يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني واحد يقرا قران والقي عليه السلام وهو يقرا فرد السلام، هل يلزم وهو يعيد القراءه ان يتعوذ؟ لا يلزم، لأنه ما زال في ذكر لله. السلام ذكر، السلام اسم من أسماء الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليك السلام. نعم كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. هو كنت عايز أعرف حكم البيتكوين. حكم إيه؟ البيتكوين، عملة البيتكوين. أيوة البيتكوين تلك عملة غير معتمدة رسميا، وأرى أن العمل فيها نصب واحتيال، فأنصحك بالبعد. ماشي طيب. وكنت عايز أعرف التداول بالإلكتروني، يعني ما صورة التداول الإلكتروني التي تقولينها؟ يعني
يعني اللي هو منصات على الكمبيوتر التداول. ما انت سألت على البيتكوين قلت لك لا يجوز. ما الصورة الأخرى التي تسأل عنها تداول على الإلكتروني ما المراد به؟ وضح صورة. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال. ها؟ أنا باخد فلوس من زوجي. ها؟ باخد فلوس من فلوس زوجي من غير علمه. تأخذي فلوس من فلوس زوجي تسرقيها منه؟ أخذها من غير علمه بس بصرفها في البيت، يعني في حاجة في البيت لا غير ده. إذا كان الزوج بخيلا؟ لا بخيلة. ليس ببخيل إذا لا تسرقي منه. وبالنسبة اللي لو أخذتها من قبل أقول له عليها؟ قل له يا أبو السعد كنا أخذنا منك مبلغ اشترينا بعض حاجات للأولاد سامحني بس كده. ماشي ماشي. سمحت يا عم الشيخ أنا عايزة رقم تليفونك أسألك فيه. ماشي. 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. نعم. هذا بهذا القدر أجتزئ إخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وجعلها منارة خير دائما وأبدا، اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى شريعته سبحانه، وأحذر من العلمانية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من الشرق والغرب وبلاد الكفر، كما أحذر نفسي وإخواني من البدع والضلالات والفرق والجماعات المنحرفة المارقة كالتكفير والخوارج والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة وغيرها من الفئات الضالة الشاردة. هذا. وأحذر الذين يطوفون بالقبور ويسألون غير الله كشف الضر وجلب النفع بأنهم على خطر عظيم، وبأنهم يشركون بالله إذ يعتقدون أن الأموات يكشفون الضر أو يجيبون المضطر. وكذلك أذكر النصارى بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ومن قال إن المسيح هو الله أو ابن لله أو ثالث أو أن الله ثالث ثلاثة هذا كفر يخلد صاحبه في النار عياذا بالله من النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة